أنسكم من أنجمينا عاصمة تشاد ومدينة تشاد ووسط أفريقيا، هي جمهورية من أغنى الجمهوريات لكنها من أفقر الشعوب، ودي مشكلة الكثيرين من الدول الأفريقية. اليوم الخامس من سبتمبر هو عيد العمل الخيري واليوم العالمي للعمل الخيري، كذلك اليوم الذي توفت فيه الأم تريزا التي صنعت الكثير من الأعمال الخيرية خاصة في داخل الهند والتي حصلت على جائزة نوبل للسلام. اليوم احنا بنتكلم عن العمل الخيري، نتكلم عن يوم عالمي للعمل الخيري، فنتكلم عن العمل الخيري كمنظومة موسوعة ومسيرة وثقافة وفلسفة وصناعة مجتمعية. كل هذه الأشياء موجودة في حياتنا ولا نستطيع أن نعيش دون أن نعمل العمل الخيري بصفة دائمة بصفة راتبة ويومية. كل منا يعمل العمل الخيري إما عفويا دون أن يدري وإما بالتخطيط والترتيب إلى آخره. العمل الخيري بدونه كانت ذهبت الأمم، انتهت الشعوب، انتهت الحضارة. العمل الخيري هو المرهم الذي يدمر الجراح، البلسم الذي يشفي الصدور، وكذلك الروح التي تجمع المجتمعات تحببها في بعضها البعض. من أعضاء أو من المسيرة الإنسانية العالمية للعمل الخيري العصر الحديث مجموعة ليست بالصغيرة ولكنها تذكر منها البعض. ذكرت منها الأم تريزا، ما قبلته من بلاء حسن في الهند، حتى أنهم سموها الأم تريزا، أم تريزا أم خلقتها. غير الأم تريزا من رجالات العمل الخيري اللي أتذكرهم، لأن قبل بلاء حسن منهم قد نحمد منهم منتظر وبدأوا تبديلا، منهم الرائع المجد المجتهد رحمة الله عليه الدكتور عبد الرحمن الصميد، مؤسس المسلمة الفتية التي أصبح اسمها الآن العون المباشر، الذي استثمر كل حياته في العمل من أجل بناء الإنسان الآخر. ومنهم دكتور محمد يونس الذي حارب الفقر لإنشاء بنك من بنجلاديش حتى أصبح فكره خيري الاقتصادي ودرس في الجامعات والمعارف. ومنهم أيضا إيدي، موسوعة أخرى، سيد إيدي الذي خرج لاجئا من الهند بعد حرب الانفصال 1947 وذهب لباكستان وعمل مؤسسة إيدي التي أصبحت هي رمز وعلم أعلام باكستان للعمل الإنساني وخاصة لإسعاف المرضى وتدريب المرضات إلى آخره. ومنهم أيضا الشيخ عبد الله الدباغي الذي ما زال حيا يرزق، وهو مؤسس لجنة قطر لكافل اليتيم والتي أصبحت فيما بعد جمعية قطر الخيرية. ومنهم أيضا من الكويت، نرجع مرة أخرى للكويت، الشيخ يوسف الحجي الذي ما زال حي يرزق، ندعو الله بالشفاء له بالشفاء، والذي بنى الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مع إخوان الكويت والذي استمر فيها لعشرات السنين. ومنهم الكويت أيضا موسوعة تجارية خيرية هي سيد عبد الله المطوع رحمة الله عليه الذي قبل بلاء حسن لتأطير روح العمل الخيري وتهمتها في الدولة. ومنهم كذلك في قطر مرة أخرى نجد اللي هو الشيخ الحاج عبد الله عبد الغني صاحب الآيادي البيضاء الذي استمر من بعده في مسيرته أبنائه. ومنهم من مصر المهندس صلاح عطية من قرية تفاهم الأشراف والذي بدأ فقيرا لكن انتهى غنيا، وغناه جاء ببركة الله سبحانه وتعالى في إطعام الفقراء والمساكين وإعطاء الزكوات وبناء الموائل والملاجئ وسكن للطلبة والطلاب إلى آخره. ومنهم من السودان مبارك قسم الله كذلك نجم منظمة الدعوة الإسلامية، وعبد الله سليمان العوض رحمة الله عليهم الاثنين كذلك من السودان الذي كان يترأس لجنة إسراء وكالة فقه الإسلامية. كل هذه الشخصيات العظيمة الجميلة تذكرنا بأن العمل الخيري لا تحدوا حدود ولا تعلوه السماء ولا تصنعوا ثقافة واحدة متعدد الثقافات والأعراف والقيم والأخلاق يشترك فيه جميع الشعوب وكافة الشعوب في جميع العالم. ذكر أيضا في هذا اليوم الاحتفال واليوم العالمي للعمل الخيري من هم من الممتحنين في العالم من إخوان وأخواتنا كافة أنحاء العالم، لليوغور في الصين، للروهينجا في ميانمار، للسوريين في سوريا، اليمنيين في اليمن، للتشاديين، لأبناء وسط أفريقيا، للاجئين كلهم في تشاد خرب عدد 600,000 لاجئ ونازح إلى الكونغو الديمقراطية
الدكتور اليوم العبرية وغزة وفلسطين إلى آخره، كل هذه الشعوب ممتحنة في أحلامها وأملها وفي مستقبلها وفي أجيالها القادمة. هذا هو العمل الخيري الذي أتحدث عنه. عمل خيري لا ينقطع بصورة أو بكلمة أو بخطبة أو بموعظة. العمل الخيري يسري فينا الروح التي تسري في الجسد، يسري فينا كالدم الذي يسري كافة خلايا الجسد، يسري فينا كالفكر الذي ينقذنا حينما يئن المريض ويصرخ الشريد ويولول الثكلى ولاجئين نازحين نازحات ومغتصبين ومغتصبات إلى هذا هو عمل الخيري الذي نريد أن ندعوكم إليه أيها الشباب والشابات. العمل الخيري أصبح فرض عين وليس سنة أو نافلة. العمل الخيري علينا أن نقوم به ليس لإنقاذ الشعوب وإنقاذ المحتاجين ونعاون نكون نجوما، بل لإنقاذ أنفسنا، إنقاذ حياتنا الدنيوية، أن نلقى الله سبحانه وتعالى على حيث على خير ما يحب أن يلقى. هذا هو عملنا الخيري يا شباب. لا تتركوه، لا تتركوه، لا تتركوه، ولا تيأسوا ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون. نحن في خضم هذه التصرعات المحبطة والتقاذفات المحبطة والتراشقات المحبطة والهدم المحبط لكافة القيم والأخلاق. في هذا اليوم نريد أن نعلي هممنا ونعلي أرواحنا ونطير في سماء الخير كي نرتفع إلى سماء الجنة من دنية الدنيا التي لا نريد أن ندنو إليها. يا شباب ويا شابات، أنتم أمل الأمة، أنتم صناع المستقبل، وأنتم صناع الحياة، وأنتم بناء الحضارات، أنتم بناء النهضات بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا تهنوا ولا تيأسوا ولا تقعدوا، واستمروا، أن العمل الخيري هو مفتاح المفاتيح أبواب الجنة إن شاء الله. لأن جميعنا شاد ربكم في الله.